بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن اداه اسمها اوتو انستليشن. ده بيعمل عزل لكل الضغطات. طب ما انا عندي امر هنا اسمه عزل في قلب التكييف، فايه الحاجه الجديده؟ لا، الحاجه الجديده ان هو بيسهل على الشغل. اقول له اوتو دكت انستليشن، ممكن تستخدم نفس الفكره دي للبايب. فولو نيو، فسميه مثلا واحد. اقول له مثلا لو انا هبتكلم على الراوند، هقول له انا عندي 3 مقاسات، وليكن مثلا 100 200 300. يعني ايه؟ يعني اعمل لي عزل 100 وعزل 200 وعزل 300. عزل 100 ده من الضغطات اللي هي من 100 ل 400، السايز بتاعها 100 400، اعمل لي ضغط 100. ال 200 خليها مثلا من 500 ل 700. ال 300 خليها مثلا من 800 ل 2000. تمام، اقول له رن، خلاص يبدا هو بيعمل العزل للمشروع كله. برضو في نفس الفكره هتلاقي برضو البايب والضغطات، هتلاقي الريكتانجل، هتلاقي برضو العزل الويتس والهاي قد ايه، بحيث ان انا اعمل عزل كله مره واحده وبنفس المسافه اللي انا عايزها.